ما خاف تطلعين بالصورة؟ عادي ما في مشكلة. أوكي أوكي يلا كلميني. أعطيني اسمك. تسنيم تيجان. 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 كنت يعني أيام مدرسة أخذ كتب أقرأها وأبيعها. طيب. فحاليا الحمد لله عم بقدر أخذ أكثر وأبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيس إنستغرام. كيف يعني بس في الداخل في داخل تركيا؟ فقط في داخل تركيا نعم. يعني كم عمرك يا تيجان؟ 21. ما شاء الله خلصت الجامعة؟ لا حاليا سنة ثالثة إدارة أعمال. تبارك الله. وعندي فرع ثاني أنضولو تعليم مفتوح إدارة موارد بشرية. كم صار لك في تركيا؟ صار لي في تركيا تقريبا 9 سنوات. سنوات لاجئة؟ لاجئة؟ اي نعم. طيب. في غازي انتهى بسنة من وقت وفاة الوالدة. انتقلت لغازي انتاب وبعدها فورا انتقلت للدار. لحالك؟ مع اختي. يا الله الحمد لله. وكيف الدار هنا؟ الحمد لله يعني السعادة وراحة وامان الحمد لله. سبحان الله. هي هذا بس هذا مكانك صح؟ اي صحيح. عندك حمام؟ اي طبعا في موجود لك حمام بلكون نظامي. الحمد لله رب العالمين. ودرسي في كيف تروحين للجامعة؟ الجامعة قريبة جدا يعني بينه وبين الجامعة ما في 10 دقائق. كلمي لي عن الزلزال ايش صار؟ والله الزلزال كان مرعب مرعب يعني لكن الحمد لله نجينا. يعني كنا هون كلنا نزلنا لتحت والنانا والإدارة كلها يعني الحمد لله انتبهوا كثير منيح على الأطفال وهيك فطلعنا تمينا برا تقريبا 3-4 ساعات. بعدها رجعنا دخلنا رجع مرة ثانية صار الزلزال فهون ما يعني خلينا البناء كلها وطلعنا لبرا ورحنا على الجوامع تمينا في الجوامع يوم يومين في بعض منهم يعني تم الشوارع حتى بعدها الإدارة هم يعني أمنت للكل أماكن إيواء جوامع مراكز الإيواء في البلدية نفس اليوم؟ نفس اليوم اي نعم. اوكي. بعدها هلا يعني اليوم مراكز الايواء امتلت فحاليا الجامع فضوه فرغوه جبنا الكل لهون لتحت وامنا مركز ثاني وحاليا عم ننتظر السيارات حتى تجي وتنقلهم ان شاء الله. يعني حاليا شو تقولي للناس في امريكا؟ What do you tell people in the states؟ الناس في امريكا يعني الحمد لله لازم يعرف يعني نحن حالياً في نعمة كبيرة كتير لازم هنا كمان يتبعوا على هذه النعمة اللي هنا فيها وقدر المستطاع يساعدوا المسلمين في كل أماكن يعني عن جد حالياً الوضع في تركيا أو في سوريا مبكي فعن جد بحاجة لمساعدكم نحن مسلمين الحمد لله بحاجة لأيادي المسلمين لحتى تساعد أخوانها. مساعدة من أي نوع؟ مساعدة معنوية مادية يعني شو هنا بإمكانهم يساعدوا يعني اي مساعده نحن حاليا بحاجه لها يعني حتى نحن الحمد لله بوضع ممتاز الحمد لله العائله بخير الاطفال كلهم بخير لكن في يعني اماكن تانية جدا جدا متعب يعني تعبانين كثير شفناها اليوم زرناها الله يبارك فيك يا تيجان ما شاء الله تبارك الله باع الكتب ويوفقك ويستعملك ولا يستبدلك سبحان الله